اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم اسرانا واسيراتنا بحلقه جديده من عمالقه الصبر. في هذه الظروف الجويه البارده كان الله بعون اسرانا في ظل القمع الاحتلالي لكامل الأسرة في سجون الاحتلال، كان الله بعون اهلنا اللي بدون ماوى في القطاع الحبيب قطاع غزه في ظل ما يتعرض له القطاع من اجرام متصاعد من قبل هذا المحتل الغاشم، الرحمه للشهداء والحرية لكامل أسرانا اليوم نتواجد في نابلس بالتحديد إلى جانب أسير محرر أمضى 20 عام داخل أقبية الاحتلال هو أخونا سمير صبري الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يعني اليوم إحنا إلى جانبك في نابلس اللي افتقدتها 20 عام اعتقلت في ظروف استثنائية وتحررت في ظروف أكثر استثنائية تحكي لنا عن واقع الحركة الأسيرة وأنت الشاهد على الظروف الاستثنائية اللي بتمر فيها الحركة الأسيرة بالفترة الأخيرة احنا طلعنا في 22 عشرة على سجن ريمون وسمعنا كتير أمور زي هيك قاعدة بتتم خاصة في معتقلات التوقيف في مجدو وفي عوفر اي حدا بيعتقلوه جديد فبضربوه بكسروه لان احنا رجعنا على سجن النقب في يوم تسعة وعشرين احداش قاموا بنقلنا بناء بنقل على اي حدا ضايل لحكمه اقل من سنة عاودوا رجعونا على سجن النقب لان بنتفاجأ انه في تمانية وعشرين احداش كان يوم سبت استشهاد سائر ابو عاصر الله يرحمه نعم عايش. احنا كنا مجهزين حالنا لاي حاجه ما ان كنا سامعين شو كيف كيف المعامله الموجوده حاليا بسجن النقب قديش ال عام مروا صعبات على ابو صبري؟ كثير طبعا صعبات انت بتحكي عن 20 عام لا سنه ولا سنتين ولا ثلاثه الا انه يعني في عده محطات خرجت من تحقيق بتحقيق لسجن سجن شطة إيه كان بداية سجنتنا في سجن شطة شبيهة للظروف الموجودة حاليا كانت حرب وكانت حكومة طوارئ موجودة حاليا نعم. والمحاكم العسكرية كانت حكومة طوارئ لأنه كمان وقعدت سبع سنين في سجن شطة وبعديها إيه انتقلت لسجن جلبوع سكروا السجن أيامها لمدة سنة وبعدها نقلوني على مسجد مجده لمدة سنتين في تاريخ اعتقالي في 19-1-2014 تم نقلي الى سجن النقب ومكثت فيه عشر سنوات. رفاق الدرب اللي عشت انت وياهم اكثر ما عشت مع اهلك ودعتهم بظروف استثنائية. نعم صحيح. وتم معاقبتي وانا خارج من القسم على ما راوه راوه كيف انا ودعتهم كيف هم شافوني انا ودعتهم بالساحه إنه كان في هذيك الفتره في قسم الشياك في ساعه واحده فورا لنا اللي هي ما بين الساعه الثامنة والتاسعة صباحا انا خرجوني الساعه ثمانية ونص كانوا الشباب موجودين بساحه الفوره فالمنظر بشكل عام ما عجبهم مش انه كيف الشباب طلعوا على الساحه من الخيام وودعوني تم معاقبه عباب القسم كيف كلبشني كيف تعامل معي كيف طلعني على سياره البوستة اللي بدها تنقلني لزنزانه الاسرى المحررين الا انه الواحد بيحكي خلص يعني واحد ما هو مروح بس التنكيل لاخر لحظه نعم صحيح انا وصلت نابلس وعلامات القيود على يدي ورجلي لانه بطل يكلب عادي بالشكل الطبيعي بكلب شك وبشد الكلب شاد على الاخر يعني في راس السنه بواحد واحد تم استدعائنا انا ورفيق دربي رامي زبارة الى سجن عوفر لمقابلة الشباك مكثنا 24 ساعة في البداية بدون أكل زائد عشر ساعات وإحنا في غرفة الإنتظار ثلاثة وعشرين أسير وإحنا في غرفة إنتظار والقيود بأيدينا وأرجلنا، كما تعلم أخي سامر الإحتلال لا يفرق بين عسكري وبين مدني، الظروف هي واحدة والتعذيب هو واحد والقهر هو واحد والتنكيل هو واحد لا فرق حتى كمان بالأعمار. لا فرق بين صغير وكبير كان أحد كبار السن في سجن ريمون خرج لمحكمة الفي سي وعمره سن الثمانين عاملوه كما يعامل الشبل ليس هناك فرق لا يفرقون بالعمر ذات الألم وذات الوجع وذات الاستهداف عاملونا جميعنا سواسية لا فرق أصعب الظروف اللي مرت في العشرين عام عليك أبو صبري بالإطار الشخصي وبالإطار العام هم الثلاثة أشهر هم آخر ثلاثة أشهر من تاريخ 22/10 لحين تاريخ إخراجي عام هذول الأصعب نعم صحيح هم الأصعب كانوا كثيرا يعولون يعولون علينا في القهر والذل والمهانة إلى أنه الحمد لله رب العالمين مشيناهم قوتنا قوة إرادتنا والحمد لله رب العالمين ومشت معنا والدتك ربنا يعطيها الصحة لم تقطع زيارتك بالرغم من حالتها الصحية الصعبة الحمد لله أنه آه قدرت أنه تحتضنها محررة وكان هذا حلمها دائما اللي براودها انها تحتضن ابو صبري المحرر، لحظه حريتك، لحظه احتضانك الوالدة الصابره، النموذج في العطاء. طبعا هي كانت امنيتي من الله تعالى ان ارى هذه اللحظه ولا اريد شيئا من الدنيا ان احتضنها واقبلها واقبل ارجلها لان جسدي هو اللي كان بالسجن والمعاناه هي اللي كانت تعاني ليس أنا الحمد لله رب العالمين أنني رأيتها بخير وبصحة وعافية الحمد وكانت هي أمنيتي من الله تعالى شفنا هالاستقبال بالرغم من الغصة الكبيرة على الشهداء في كامل محافظات الوطن إلا أن الناس وفية لحالة الأسر وحالة الاعتقال وفية لتفاصيل المعاناة اللي بمثلها الأسير كيف في حالة الاحتضان الشعبي للأسير المحرر؟ الحمد لله رب العالمين اللي صار الحمد لله صراحة أنا ما كنت أتوقعه خاصة في ظل ظروف الحرب وكما تفضلت أخي سامر أنه هناك كم هائل من الشهداء خاصة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية إلا أننا كنا حتى على الطريق وإحنا في محافظة الخليل كنا لا نريد لأي شيء من التجمهر أوصينا بالقهوة والتمر لا شيء غير ذلك إلى أن أبناءنا في محافظة نابلس وخاصة في مخيم عسكر خرجوا عن إرادتهم وتم ملاقاتي من بلدة النصرية هناك أنزلوني من السيارة وتم احتضاني واستقبالي هذا الوفاء بأبناء استقبالي شعب. بدأ من النصرية الحمد لله رب العالمين شعبنا بخير وشعبنا بعده وفي وبقدر تضحيات إن شاء الله إنه مصر قريب إن شاء الله رسالتك الإختتامية لكل من يتابعك عبر شاشة تلفزيون فلسطين وصوت فلسطين بالبداية أنا حابب أني أطمئن كافة أهالي الأسرة أهالي الأسرة عامة وأمهات الأسرة خاصة بأن أبنائهم بخير وأبنائهم بصحة جيدة أبنائكم أبناء، أبنائكم لم يقهروا ولم تزعزع إرادتهم كل احترام إليك نأخذ والدتك ربنا يعطيها الصحة أهلا وسهلا فيك عبر شاشة تلفزيون فلسطين حلم الوالدة الفلسطينية والأم الفلسطينية في كل مرحلة من مراحل نضال الوطن الفلسطيني هي احتضان ابنها محرر ودعت الكثير من الأمهات آلاف الأمهات أبنائهم شهداء اليوم بعد عشرين عام تحتضن أم سمير نجلها محرر كان حلمك طبعا أهلا وسهلا فيكم جميع والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى أنه ربنا أعطاني العمر كنت في كل سجد الصلاة أقول يا رب تطول بعمري أشوف سمير في حضني في بيتي الحمد لله والشكر لله انه ربنا نولني الامنيه هاي وبدعي لك امهات الاسره كلهم ولزوجات الاسره ولابناء الاسره احتضان اسراهم لانه كثير كنت اكون حزينه لما تتوفى ام اسير احزن عليه هو هي راحت لرب العالمين بس احزن عليه هو ودائما اقول يا رب ما تحرق قلب سمير علي تطول بعمري علشان هو ما يزعل والحمد لله رب العالمين كتير انبسطت بس طبعا فرحتنا منقوصه كتير اسرانا اللي ضلوا بالسجون ان شاء الله تحريرهم يا رب واهلنا في غزه الشهداء الله يرحمهم وان شاء الله النصر القريب جدا لاهل غزه ولاسرانا داخل سجون الاحتلال يا رب حاولت تخفي مرضك عن سمير صدمه كبيره اقول له انه انا طلع عندي كانسر انه انا عندي سرطان بس انا بخير انا منيحه فالحمد لله رب العالمين ايامها انه قويت حالي وانا لسه كنت عامله عمليه استئصال جديد رحت له قال لي تجيش قلت له بدي اجي افرجيك انه انا بخير وطلبوا زياره خاصه وفتت عنده وعبطته وبوصته وصورت انا قلت له شايف كيف إن انا بخير فالحمد لله فكنت انا اقوي حالي عشان هو يضل قوي جوا ما ينهار الحمد لله بالعالمين ربنا يعطيك الصحه وبالرغم من عالم. كل هالالام الحمد لله, الحمد لله. اليوم فرحتي ان شاء الله الفرحه بتعيشها كل ام اسير يا رب خلينا رب. ناخذ مداخله من شقيق الاسير اهلا وسهلا فيك فرحتنا كبيره وكبيره كتير بس منقوصه اخوي لسه فيها فيها بقيت اسرانا غزه نتطمن على الجميع نتطمن على ابناء هذا الوطن نشوف غزه بخير الله يرحم الشهداء بالوقت اللي طلعوا من بوابه الظاهريه صح اوكي كان المنظر والامور هاي شعورهم وا وا, وا اكتشفت صديقي العزيز انه احنا اللي بدنا مين يواسينا ومين يصبرنا ومين يقوينا من العزم والاراده اللي <applause> شفنا في عيونهم شرفيا صدقني ما بجامل عزيمه انا بحياتي ما شفتها عند حدا يعني وقوه واراده فمن بين الناس اللي كنت اقعد انا وياهم اقول له انسى الموضوع احنا بدنا ناخذ منهم قوة عن يخلوهم يقوونا كيف مروا بهاي الظروف كيف عاشوها وزي ما تفضل اخوي سمير ابو صبري انه شو المعاناه اللي عانوها في السجون من قهر وتعذيب وتكسير وجوع والم وحرمان انه ممنوع انت تلبس تدفى شرفيا احنا بنقوى فيهم كل احترام إليك إذا أسرانا كما طائر الفينيق من تحت الرماد يحلقون عاليا برغم الاحتلال وبطش الاحتلال إن شاء الله زي ما استقبلنا أبو صبري نستقبل كامل أسرانا وأسيراتنا قريبا خارج أقبية الاحتلال فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج عمالقة الصبر <applause> طلعنا 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 وقهرنا السجان والنار بتضوي بالعتب يا اخوان الحرية نعمة جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين وصوت فلسطين وصلنا الآن إلى محافظة طول كرم بالتحديد إلى منزل الأسير المحرر محمد عادل الزيتاوي الذي أمضى داخل أقبية الاحتلال أكثر من ثمانية عشر عاما عانى الأمرين داخل أقبية الاحتلال ولكنه انتصر بارادته وبتصميمه. ليان ابنه محمد كان عمرها فقط شهرين عند اعتقال والدها وغالب وتيم وعميد غالب وتيم وعميد هم نتاج تحرير نطفه والدهم من داخل سجون الاحتلال في المره الاولى كان بارقه الامل غالب ومن ثم جاء إلى هذه الدنيا تيم وعميد تحديا لهذا الاحتلال الذي يحاول أن يكسر عزيمة أسرانا الحمد لله على سلامتك أخي محمد والحمد لله على هالجمعة اللي بتعني انتصار على هذا المحتل أول شيء الله يسلمك وأهلا فيك ومرحبا فيكم جميعا طاقم تلفزيون فلسطين ببيتكم الثاني طول كريم طبعا تلفزيون فلسطين كان أكبر وخصوصا برنامج عملك الصبر حلقة الوصل بيننا وبين أهلنا داخل السجون. بنرحب فيكم مرة ثانية وشكرا لكم على هذه الزيارة والنظر واللفت الجميلة منكم لنا. هذا أقل واجب أخي العزيز نبدأ من حيث انتهينا من حيث بدأ الأمل لمحمد من خلال تيم. وعميد وغالب اللي يعني هم نتاج تحرير نطفة من داخل سجون الاحتلال أسرانا بالرغم من كل الآلام بالرغم من مخالب المحتل اللي بتحاول إنها تكسر عزيمتهم إلا إنهم صنعوا حياة يعلم الله كدير الفرحة مش بس إلي لإخواني الأسرة كانت فرحة لما إجى خبر غالب ويوم خبر تيم وعميد كانت الفرحة أكبر وأكبر يمكن انبسطوا إلي أزيد ما أنا انبسطت لنفسي لا. لأنه إحنا نعتبر كعائلة واحدة داخل السجون الفرح يعم على الجميع والحزن يعم على الجميع دون تفريق لا منطقية ولا حزبية ولا أي شيء لأنه ها كلنا جسم, جسم واحد وجسد واحد ليان كان عمرها شهرين فقط عند اعتقالك ايه ليان بعتبرها رفيقة تس... الأسر لأنها من أول ما أجت وهي تعاني معي في السجون والزيارات انا طبعا زرت بعد فتره يعني مش من اول ما انحبس زرت بعد فتره قعدت فتره طويله في التحقيق ولما خرجت بعد فتره وغير انه هذا انا قعدت تقريبا ثلاث سنين تحكمت بقت نفس الاشي في المحاكم رفيقتي في المحاكم رفيقتي هي وامها اللي هي زوجتي وامي واخوتي يعني بقوا رفقاء السجن وانا بشكرهم برضو من كل قلبي على كل شيء عملوه معي في الآونة الأخيرة أنت روحت بعد شهر من 7 أكتوبر تقريبا تعرضت السجون لقمعات ولآلام متصاعدة ومكثفة بالآونة الأخيرة تحكي لنا شهادتك عن الظروف في الآونة الأخيرة داخل سجون الاحتلال أنا بديش أجمل المنظر يعني أنا حاولت يوم ما روحت أني ما ما جرح شعور أهل الاسره، يعني جملت كلمتين انه كانه يعني السجن ابو غريب او غونتنامو بس لكن السجون في الوقت الحالي اسوأ من هيك بكثير اسوأ بكثير بكثير إيه تقريبا احنا طلعنا كمعونه من سجن إيه النقب على ريمون إيه كل مقتنياتنا الشخصيه والكنتين كل, كل كل اغراضنا أخذونا اياها كبوها كل اسير لبسه وحده يعني اللبس اللي لابسها واخرى اللبسة معاك وحرام وفي ناس معهم مش حرامات يعني اخذوا حراماتهم إيه كل شيء كل شيء يعني إيه انا تقريبا قعدت 42 يوم بفتره حرب قعدت حض... 42 42 يوم ما طلعتش من غرفي الا لتفتيش او لقمعة بس نعم إيه الوضع ماساوي جدا 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 احنا بكينا في سجن النقب تقريبا قبل الحرب او قبل 7 اكتوبر ما يعادل تقريبا 74 او 76 داخل الخيام بكيت انا في قسم الخيام قسم 9 اللي بودي بودي للقصر الموجودين فيه الف تحيه وبطلب لهم ان شاء الله الفرج القريب ان شاء الله إيه العدد الضعف الضعف صرنا تقريبا 120 ال 120 المي بقت تجينا ساعه واحده باليوم ال 120 بدهم يتحمموا بالساعه وبدهم يغسلوا بالساعه المي بقت تجي مي بقت تيجي مي بارده للحمام وللغسيل وبعيد عنك للحم للمراحيض نعم حتى المراحيض ميتها مسكره اضطرينا أنها نعبي بخات الزبل نغسلهم ونعبيهم مي نس... عشان نستحملهم نستعمل للغ... للجلي وللغسيل والله وضع ماساوي ماساوي كهربا ما... ما فيش تلفزيونات ما فيش حتى الراديو الراديو بقى يعاقبون عليه ازيد ما يمسك معاه جهاز نقال للاسير الراديو يعاقبك ازيد انقطاع عن العالم عن العالم الخارجي عن الخ... انا يعني يوم ترويحتي بالضبط وانا طالع بكت... حتى يوم ما روحت بقى عندنا في تفتيش في قسم رومون قسم ثمانية بكت بقت عندنا قمع وتفتيش يوم ترويحتي طلعت من القمع من التفتيش يعني حتى السجان على باب السجن بقول لي يعني يوم ما روحت بقى عندنا هون بيت اجر طول كريم بقى من سبع شباب مستشهدين عندنا اجى بقول لي تعرف انه احنا اليوم امبارح قتلنا سبع عندكم انت قطعتني على العالم كله منين بدي اعرف شو موجود بغزه او بطول كريم او بفلسطين او نق اي نقطه بفلسطين وبالرغم من كل هذه المآسي عبر سنوات طويلة روحت وأبناء شعبنا بالرغم من آلامهم الكبيرة احتضنوك احتضان بأكد على الوفاء للأسرة أنا بشكرهم من كل قلبي وشكرتهم يوم السبت مع أني يعني طلبت أنه بديش مظاهر فرح أو لأنه احتراما للشهداء نعم. واحتراما لأهلنا في غزة لكن أصروا أحبتي وأهلي ابناء محافظتي واخواني الاصل المحررين اللي كانوا مع اللي يعني قضيت معظم فتره حياتي انا وياهم داخل السجن اصروا انهم يعملوا يفرحوا معي ويشاركوني انا واهلي فرحتي لما شفت عميد وتيم وليان وغالب والدتك الله يعطيها الصحه قديش لما شفتهم هيك شعرت انه هالسنوات صحيح مؤلمه ولكن انت تحديت واليوم في اثار نصر موجودة في بيتك كانت باستقبالك أنا بقول لك يعلم الله وإن شاء الله إن نشوفها قريب لجميع الأسرة بتنسى كل هاي السنين بتنساها بتنساها يعني أنت إشي بزت ورا ظهرك بس أول ما تحتضن أهلك وأحبتك كله بتنساه مظبوط انه بتضل انك يعني يعني اخرى الظرف اللي روحت فيه انا بخلف عن الايام العاديه نعم. انه في لي اصحاب لساتهم موجودين وبيعانوا في اسرق قضيت انا وياهم حياه يعني مش يوم يومين 18 عمر في اسره من اول حبس وياهم في اسره اللي ثلاث سنين في اسره عشر سنين في اسره 12 سنه يعني هذول انت انت نفسك داخليا مع انك مبسوط بس بتبكي زعلان زعلان انه انا روحت ودشرتهم بظرف زي هيك نعم. يعني حتى لو الظرف طيب بتقول يعني بس ظرف زي هذا والله يعني الواحد بيقول بس الله يعينهم ان شاء الله انه فرجهم قريب روحت زي متقطع يعني شب صاحب إلي من الخليل وصلني لعند السواحري بالسواحل لانه الحواجز والدنيا اضطريت اني اركب بسياره ثانيه وصلتني لعند رام الله بسيارة ثانيه لعند يعني كديت من منطقه لمنطقه لان كل الطرق مسكره تنكيل حتى اللحظه الاخيره لحظة اللحظه الاخيره لعند ما وصلت منطقه عنبته لما عميد وتيم شافوك عرفوا والدهم بحكي لنا عن اللحظه الاولى لاحتضانك لهم انا تيم وعميد الحمد لله فاتوا عندي بالسجن زرتهم وبكم متعلقين فيي زي ما غالب يعني اول واحد استقبلني اللي هو غالب غالب نعم غالب اول واحد استقبلني غالب بعديها لما استقبلت جابوا ام والدتي عند حاجز عند عند عناب عند حاجز عنبته استقبلتني وقبلت ايديها وانا لحد هسه بقول لها شو ما اعمل مش راح اجازيكي والوقف اللي وقفتيها معي والغلب يا صحيح اللي يا رب. الله يسلم لما شافوني إيه شو بدي اوصف لك الفرحة هي؟ أنا الحمد لله رب العالمين ما تغلبتش فيهم أيام السجن يعني لعند ما وص وصلت قبل الحرب بشهر زرتهم آخر زيارة. يعني ما تغلبتش الحمد لله رب العالمين الله أبعد عيون المحتل وبقوا يفوتوا عندي وزرتهم لحد ما عند قبل الحرب بشهر. الحمد لله رب العالمين، آه ليان اللي كان عمرها شهرين احتضنتك صبية. ليان عمر داخل سجون الاحتلال. ايه ليان يعني مش بس بنتي وحبيبتي ورفيقه دربي بعتبرها. يعني من اول ما انولدت وهي بتعاني. يعني وهي بسنتين وهي محاصره ببيت هون وهده وهي تعاني. ان شاء الله يا رب عقبال كل اسرانا واسيراتنا بنشوف اسرانا واسيراتنا الى جانب عائلاتهم محررين. البيت اللي فيه اسير كل البيت اسير. اليوم والدتك اللي 18 عام وهي على شبك الزيارة ما انقطعت عن زيارتك رسالة اللي بتبركها لكل أم أسير بتابعك حاليا عبر شاشة التلفزيون فلسطين بقول, فرصة. بقول لها إن شاء الله الفرحة اللي أنا عشتها أنا وأهلي إن شاء الله أنه قريب جدا 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 تعيشوها إن شاء الله وتحتمد ابنك وتنبسط فيه وتفرح زي ما فرحت والدتي وفرحوا أهلي يا رب يا الله بطلنا نكون على العدد صرنا نقوم لنشوف اطفالنا واحبتنا يعني السجن ما فيش حدا بيعرفه الا اللي عاشوا وعانى منه واسرانا بيستحقوا بيستحقوا ان نوقف معهم وندعمهم ونساندهم يعني انا الاسير بروح لما واحد مقضي 18 او 19 او 20 سنه هذا انسان مقطوع عن الحياه بيعرفش في الحياه <applause> لازم انتم مش مش هو اللي يروح يطارد يجيب اوراق أو يودي اوراق أو يمكن انا ايه عندي القدره اروح واجي بعلاقات بس في ناس ما عندهاش القدره ما عندهاش وذلك اللي. اضعف الايمان مخططاتك للحياه المستقبليه في ظل هالعائله الجميله والله بالنسبه للمخطط يعني كل شيء يعني اكثر من شغل بفكر فيها ايه في مستقبل لهم يعني عندي ليان ان شاء الله يعني توجيهي توجيهي وان شاء الله انها تنجح وتجيب معدل مع انها شاطره يعني وان شاء الله بس تشد حالها عشان ادرسها طب ان شاء الله يا <applause> غالب يدرس هندسي وتيم بده زي ليان طب وعميد زي صاحب غالب هندسي رسالتك لهذا الاحتلال اللي قهرته بهالجوهرتين بقول لهم انه رغم كل شيء ورغم المعاناه ورغم ورغم ما انكم يعني عزلتونا عن العالم انتم يعني حتى حطتونا بتوابيت يعني احنا يعني زي شهداء معوق التنفيذ بس الحمد لله رب العالمين الله من علينا بحياه جديده وعائله كامله والحمد لله رب العالمين ان شاء الله كل اسير يروح والله يرزقه بعائله زي العائله اللي انا فيها في احدى القمعات انت خسرت احد اسنانك حدثنا عن هذه القمعات والاعتداءات المتكرره على أسرانا واللي تكثفت في الفتره الاخيره طبعا زمان يعني قبل حرب اللي حرب اكتوبر او 7 اكتوبر كانت بس يعني اللي هي التفتيشات يتعاملوا معك بحزم وبدفاش ودنيا يعني كثير بقوا يهجموا تبقى طيب نايم ما تشوف السجان في الوحدات حتى مش السجان يعني الوحده المتسادة او الضرور او اليمازه المسميات تعودهم ما تشوف الا بتشدك وتضطر انك انت تدافع عن حالك انا في شطه صار معانا موقف زي هيك هجموا حاولوا يميتها فاتوا علينا التفتيش بكنا في سجن شطه وحاولوا يدافعوا انطبش سن عندي بس بالظرف الاخير هذا اللي بعد حرب 7 اكتوبر يعني بالنسبه اللي كان اول جنة بالنسبه للي بصير هسه يعني بالنسبه يعني كانه مزح بك يمزح معك بالنسبه للي شفته في القمعات الأخرانية هذا كله بقى مزح لهذه الدرجة الأمور كارثية بعد 7 أكتوبر داخل سجون الاحتلال يعني أنا قد ما أقول لك بأخذ شوية يعني الصلاة جماعة ممنوعة الأذان ممنوع طبعا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع يعني بس عشان تعيش الماء الساخن ممنوع وإحنا في ظرف سكعة يعني أنا بقى معي حرام بقيت أضطر أني أنا أنام وينام واحد تحتي عشان أقسم الحرام بينه وبينه مخدات يعني رجعونا تحت تحت الصفر سبع شهداء منذ السابع من اكتوبر داخل سجون الاحتلال نتيجه التعذيب هذا قمه الالم يعني انا اخر شهيد الله يرحمه اللي هو بعصاب بعرفه شخصيا نعم وانا التقيت فيه قبل قمعة بشهر تقريبا بصحه جيده وشاب صغير يعني مش او فيش امراض ولا شيء انا لما انا ثاني يوم ترويح تقريبا التك... استشهد هون يعلم الله قد ايه ضايقت عليه لاني بعرف الشب شو هو الاجرام اللي صار يعني كيف بتعاملوا معنا انه احنا الحلقه الاضعف حالة بتح... انتقام اه انتقموا منا الحلقه الاضعف كنا انه احنا الاسرى الحلقه الاضعف وانتقموا منا على الموضوع هذا مع هالشمعات الجميلات مع ابنائك مع كريمتك ان شاء الله دائما انتم الحلقه الاقوى بالرغم من الاحتلال وبطش الاحتلال وان شاء الله زي ما اجتمعت هالجمعه بيجتمعوا كامل اصلان باحبابهم مم. عم قريب غالب الحمد لله على سلامه ابوك الله يسلمك الحمد لله اليوم انت الى جانب والدك بعد 18 عام قضاها داخل سجون الاحتلال انت بتشوف والدك عن قرب بعد ما كنت تزوره زيارات منقطعه وتعاني، احكي لنا قديش مبسوط وانه ابوك جنبك اليوم؟ انا كيف من الفرحه. مبسوط كتير كتير الحمد لله رب العالمين. لما اجوا اخوتك كمان انبسطت انه صار لك عزوه. انا نكت اسم عميد واختي ليان نكت اسم تيم. احكي لنا قديش كنت تتغلب في الزياره. لما تروح تشوف ابوك جوا الزيارة قديش كانت صعبة عليك؟ صعبة كثير، كثير كثير، كانوا معها هيك أهلاتي بتصير تزمر وتفوت من آلة، ويقعدوا يفتشوا فيك، فوتوك هيك على غرفة، بيقعدوا يفوتوا فيك، بتفوت على غرفة ثانية كلياتكم تبكوا، تقعد تستنى مرة ساعة، مرة ساعتين يوم أبوك جنبك ان شاء الله يا رب مشاهدينا كل عائلات اسرانا كل ابناء اسرانا بيحتضنوا ابائهم محررين هذا الطفل الفلسطيني اللي من حقه انه يعيش بحريه وكرامه الى جانب والده اللي ابعد عنه قصرا بفعل هذا الاحتلال الغاشم الحمد لله على سلامه ابوك يا غالب وان شاء الله شعبنا غالب لهذا الاحتلال دائماً وأبداً ليان الحمد لله على سلامة والدك الله كان عمرك سلوك. شهرين يعني عمرك بعمر اعتقال والدك 18 سنة عشتي الألم لحظة بلحظة عشتي الفرح لحظة بلحظة أنت شريكة والدك في الصبر عبر 18 عام صح الأب كلمة بتتكون من حرفين بس هي بتعني كتير الأمان، السد، السند، الحنان الحمد لله دموعنا تحولت من حزن لفرح والشعور هذا كلياته راح بعد ما حضنته الحضن الأولى بعد 18 سنة إن شاء الله ربنا بفرج كل الأسرة وكل ما بحرم ولا أحد من أبوه لما أجوا غالب وتيم وعميد كديش كمان يعني ساعدوك إنك تخطي الألم جيتهم كانت كتير فرحة بالنسبة لنا الحمد لله يعني زي كأنه جابوا قطعة من بابا على الدار بعد ما كنت أنا وإمي لحالنا يعني وستي الله يخلي لنا اياها ما كانت منقص علينا اشي والحمد لله يعني فرحه كتير كبيره الحمد لله الناس اللي بتشوفك ليان حاليا 18 عام والدك داخل السجون لما كنت تزوريه تتعرفي على والدك على على الزياره تعرف على والدك على شبك الزياره او على زجاج الزياره قد كانت هذه معاناه حقيقيه لبنت مغيبه عن والدها قصرا كان كثير الإشي صعب يعني انت والدك قدامك بس مش قادر حتى تمسك ايده يعني الله يحرم اللي حرمنا هذا الإشي من من كل إشي بالحياه الحمد لله طلع منام نعم نام عنده كمان مش بس نمسك ايده ان شاء الله ربنا بفرج عن كل الاسره وما بحرم ولا حد من أبا اهله كثير من كلمات الاسره عاشوا نفس تجربتك حاليا بشوفوك عبر الشاشه رسالتك لكل بنت اسير لكل ابن اسير بشوفك حاليا وبتمنى انه يحتضن والده وعاش نفس تجربتك خلوا ايمانكم بربنا كبير ان شاء الله ربنا بفرج عن اهلكم وابوتكم ان شاء الله عن قريب يا الله وربنا ما بترك حدا ان شاء الله الفرج العاجل للجميع في المدرسه لما كنت تعرفي على حالك بنت الاسير محمد زتاوي قديش كان هذا الموضوع فخر لك بالرغم من أنه مؤلم كان فخر كثير كبير يعني شو أنت أبوك مضحي بحياته كلها عشان بلده فالحمد لله يعني كتير إشي عظيم هذا الإشي الحمد لله على سلامته الله يسلمك. شاء الله آه هاي الدموع ما بنشوفها إلا في تخرجك من الجامعة إن شاء الله إن شاء الله دموع فرح بعمل الله تعالى حجتنا ربنا يعطيك الصحة رب يا ربي علي. 18 عام ما تعطي ابنك من الزيارة ابني غالي ابني قطعة من كبدي هذا كبدي أنا ما غالي علي أنا حفظت بيته وحفظت عياله وحفظت أولاده وحاولت شايف أنا حاولت قد ما أقدر تمني خليت هذول الأولاد يجي ولاكيهم بداره نعم شايف والله بيعلموا هاي هاي قطعة مني ليان. هاي, هاي ليان وغالب غالب يوم حرب غزة أول مرة أجا ويوم حرب هسه أجا ابوه الحمد لله من فضل الله وحاولنا وما حدا كسر الحمد لله فيهم وقتلنا حالنا تمنى اسسنا له عيله وجبنا له عيله والحمد لله من فضل الله هذا كلياته هذا تحدى للاحتلال اللي حاول يقتل محمد داخل آي السجون والحمد لله ايوه الحمد لله من فضل الله احنا مع مشيئه الله فكان نزور في جلبوع نصلي نصلي الصبح وانه نروح هناك وهي معاي هي وشنتتها يعني سبعة اشهر بقى امرها ونحمل شنتتها ما اصدق ولد يجي انا استكف له مشان يحمل معاي الشنطه له واخذ لها وتضلها معاي من الساعه الله يرضى عليه ابو عمها الكبير بكى ياخذني ويوصلني للكر... لهذا الجسر المخصوم الله يقطع يومه ويجي يرد يجيبني بالليل بالليل في العتمه وياما عنينا بالزيارات وفي المحاكم يما مش هذا بس اللي عنا يعني والحمد لله ربنا عوضنا باحسن شباب هيهم شايفهم بسم الله عليهم ويوم ما انها جابت الله. غالب اول واحد عللت المستشفى نقول اقول اي ما بدري منين اجاني لانه اكبر فرحه غالب رنا صلوا على النبي والحبله جابت صبي روحوا كولوا لابوه يعمل المولد للنبي كرمولد ولد للنبي والحمد لله يما والله هذول عوض علينا فيهم قلت له لما... مشان يجي ابوهم مشان يجي ابوهم تبقوا تريحوه مرته ولكوهم بالطريق ولكوا الحمد لله لما روح محمد بعد 18 عام كانوا باستقباله اه باستقباله الحمد لله وهذا اللي انا طلبته وهذا اللي انا كتلت حالي عليه والحمد لله اللي طلبناه الحمد لله اخذناه من الله انا قبل ما اجو اتخايل اقول يا رب لو انه يعني من غير مؤاخذه يصير معاه شيء اللي يطلع له اسبوعين شهر يجي ولد ولا بنت كامل الحمد لله جاء ثلاثه الحمد من فضل لله. الله اللحظه اللي استقبلت فيها محمد بعد 18 عام لحظه احتضانه اليك يا كيف أم. امك لما تقرب عليك في شيء شوف لا ام لا حد لا ابو ولا اخو ولا اخت ولا حد في العالم ولا البنت بتفع فرحه الام يما الام في شيء اقرب منها على ابنها الام بروح انها وظل ابنها ما بتبخر وانا من النوع سلامت عليك يا حاج الله يسلمك وانا من النوع هم بيعرفوا اولادي شو انا مضحيه وواقف لهم شايف يما والحمد لله انا مش ندمان على ايش عملته لاني انا اللي كل اللي عملته الحمد لله صح وهيو قدامهم مين بذكرك بمحمد بطفولته من هالاطفال هذا زي ابوه وممشي ابوه غالب اه هذول الاثنين شاطرين وفصحين اسم الله بس مش مثل غالب غالب زي ما بكى ابوه صغير والحمد لله ربنا يعطيك الصحه يا أمه يطول عمرك ان شاء الله الفرحه اللي فرحتيها بتفرحها كل ام آه فلسطينيه ناخذ شقيق الاسير حياك الله اهلا بكم اليوم شقيق الاسير المحرر بعد 18 آه. عام من المعاناه هذا الحمد لله فرج من الله طبعا انا اخو الاكبر واحد فيهم وفرج من الله والحمد لله هذا نعمة ومن فضل عن الله منا إلنا وبعث لنا إياه وفرج عنه ساق سليم يعني أنت عارف لأنه السجن مقبرة مقبرة الأحياء نعم. يعني حتى لو طلع السيخ بيطلع مريض يعني لو طلع على الجريب بيطلع مريض في كثير سجناء اصحاب النا طلعوا امراض معهم الحمد لله اللي الله تم عليه بالفرج بالصحه والعافيه ونتمنى للجميع الاسرى ان شاء الله الفرج بالصحه والعافيه جميعا طبعا كانت معاناه كبيره لاخونا انه اول شيء بنته بكت عمرها شهرين ايام ما نعم. انحبس وبكت تعرف ابوها بالاول بكت كل انا يابا يا لانه عندي بنت من جياله تقريبا فهي ماساه انك تمسك بنت اخوك وتقول لك يا ابو ابوها وابي ما أبو 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 تعلمها و... طبعا امها شاطره بك تعلمها تقول له لا هذا عمك ابوك اولادنا بيكبروا قبل اوانهم بيكبروا على تفاصيل يعني من المفترض انهم ما يفكروش فيها حياه الشعب الفلسطيني هيك نعم. بتلاقيه طفل ولكن عقله كبير يعني اللي طفل زي ابني هذا صغير كان بيعرف في الاحتلال وبده شو يعمل للاحتلال وشو مفكراته الوضع بتخلي الطفل يكبر قبل اوانه المسؤوليه تجاه بنته خلينا نحكي عن هاي المسؤوليه الكبيره في ظل غياب والدها المسؤوليه الاكبر بعد وجود ابناء له وهو داخل سجون الاحتلال طبعا البنت بكت اول شيء لانه قطعه منه بكى موجود وحط الخطيب ركبتنا ووصلنا عليها كثير والبنت هاي عزيزه علينا جدا فبكت قطعه منه فبكينا نخاف عليها اكثر من اولادنا لا حتى الحج تقول ان شاء الله بس يطلع ابوهم سالم بدخل لهم خذهم وريح راسي شوي لان تعبت 18 سنه ويتخاف عليهم ممنوع طلب يتاخر عليهم ممنوع شيء اي شيء يتكسر فيهم والحمد لله هاي بيته طلع لك جاهز وما كسرناش ان شاء الله وما نكسرش وكثير عائلات اسره هيك بتعمل يعني مش بس احنا بدنا نكون احنا احسن من غيرنا بس ان شاء الله الجميع بيعمل هيك مع اهله وكل شيء كل احترام لك الاحترام لكامل افراد هذه العائله اللي شكلت امل برغم من الام السجون عبر سنوات طويله نعم ليان كريمه الاسير اللي كان عمرها شهرين فقط عند اعتقاله لخصت الحكايه الاب ليس مجرد كلمه من حرفين الاب هو الحياه وكل مضامين الحياه ان شاء الله بترجع الحياه لبيوت وعائلات الاسره بوجود اسرانا محررين خارج اقبيه الاحتلال جميعا الحريه للاسره الرحمه للشهداء ولنا بعون الله لقاء قريب الى اللقاء